الرادار. رجعنا لكم من جديد مواصلين معكم حتى لماضي ساعة، وموضوعنا للرادار يهم التمور، قطاع التمور قطاع مهم قطاع واعد. شنو أهم الأرقام اللي تهم قطاع التمور بدرجة أولى؟ الأسعار، الكميات، التوفر باش يكون بصورة معقولة في الأسواق وإلا لا؟ وهذا الكل جاوبنا عليه أنور الحراثي، عضو مكتب تنفيذي وطني مكلف بالتجارة الداخلية والمغاربية والتسويق باتحاد الفلاحة والصيد البحري. أهلا وسهلا ومرحبا بيك سي أنور. مرحبا بك اختي لبنى. مشكور جدا. ومرحبا باكسبريس اف ام، ومرحبا بكم في حول موضوع التمور. الموضوع هام وهام جدا، وهي ثروه من ثروات بلادنا. ان شاء الله نعمل جميعا من اجل اضافه القيمه اللي تستحقها والدخل على مواردنا، يعني عمله صعبه اللي احنا في امس الحاجه اليه. هذا ما نامله. فالقطاع هذي كان ترجموه من حيث الارقام. والله يا أختي أنا باش نحكي معاك فيما يخص خاصة الخدمة الجبارة اللي قام بها السيد وزير الفلاحة الحالي منذ توليه الوزارة. قام بسماعنا وسماع يعني جيد جدا، وجاوب معنا في كمهنة وكممثلي القطاع، وتم إصدار مقرر هذا بتاريخ 17 جويلية 2023 تحت عدد 2152، أحدثت من خلاله لجنة التفكير الاستشارية للنهوض بمنظومة التمور في ظل التغيرات المناخية لضمان تموقع التمور على المستوى الإقليمي والدولي. وكانت اللجنة هذه فيها الإدارات ذات العلاقة وممثلو المهن. فهمتني؟ خليني نجيك بشوي بشوي. وتابعا للمقرر هذا وتابعا لجلسات العمل اللي صارت، خاصة جلسة العمل اليوم 9/8/2023، تم التوصيات من خلالها انعقدت جلسة فيما يخص الاستعداد لموسم التمور 2023-2024 تحت إشراف السيد وزير الفلاحة وبحضور والي توزر وقبلي. وثم انعقدت جلسة عمل عن بعد جمعت كل الهياكل الإدارية والفنية المتدخلة في القطاع، المركز كيما المركز الفني للتمور، المندوبيات الجهويه للتنميه الفلاحيه بتوزر وقبلي، كذلك المهنه، وتم تحيين كلفه الانتاج. انا اللي جايك انه على موضوع تحيين كلفه الانتاج الكيلوغرام الواحد للتمور خاصه دجله النور. وباعتبار تعدد انماط الواحات التونسيه خاصه يعني كي مش كيما الواحه تاع قبلي مش كيما الواحه تاع طوز، واختلاف المماسات الزراعيه، تم الاتفاق على ان يتم الاخذ بعين الاعتبار نخله واحده منتجه بمعدل انتاج اللي هو في ما يقارب 60 كيلوغرام للنخله فيما يخص دجله النور. وتم اعتماد الانشطه الاساسيه فقط، يعني كيما القيام بها، وعدم اعتماد المصاريف الغير مباشرة كيما الردمة والتسييج وقنوات الري وقنوات الصرف وغيره. وتم تحديد تكلفة دنيا اللي هي 2230 مليم لكيلوغرام دجلة النور على مستوى الانتاج، و 2910 للكيلوغرام كسعر اقصى، خاطر ثم كل بلاصه وكيفاش معناها تمارس عمليه التقليديه نتاعها في عمليه الانتاج. ثم ناس تتكلف عندها الكيلو، ثم ناس اقل، ولا نعم اتعملت الادنى والاقصى، سعر ادنى وسعر اقصى. فهمت اختي؟ هذا كله ليش؟ من اجل الحفاظ على المنتج، لانه احنا كي نحافظوا على المنتج وانه المنتج يولي على الاقل يرجع له التكلفه نتاعو ويصور هامش بسيط من الربح، يولي يسعى انه يطور في غابته، انه يطور في انتاجه، وهذا ما يخلينا احنا نحافظ على ديمومه الانتاج و يعني عمر الواحه انها تدوم اكثر، خاصه وانه طول الفتره الاخيره ثم ضعف تدخل برنامج تنظيف هذا بتاع التشارك الواحات، خلى وغلاء اليد العاملة، خلى انه ثم شوي اهمال في الواحات، خاصة وتفشي آفة عنكبوت الغبار، وقاعد يزيد من موسم الى موسم. فهمتني؟ بالنسبة للصابة، صابة واعدة
ان شاء الله معناها يبدا عندنا الدجله متوفره بشكل كبير. ان شاء الله اذا كان احنا حافظنا على الهامش الربح نتاع الفلاح. اي وانا النادي من منبركم هذا وديما ان نعيط ونقول يا ناس ماذا بينا نعتمدوا بطاقه المهنيه للفلاح. لانه باعتمادنا للبطاقه المهنيه للفلاح نشجعوا الفلاح انه يوصل السلعه نتاعه ويوصلها للاسواق الجمله. مما يخلي انه المستهلك يكلها بسعر اقل بكثير مما متواجد في السنوات الفارطه. خاطر اذا كان الفلاح مش وهو بيده يوصل سلعته لل يعني على الاقل الاسواق الجمله ايش تيصير؟ يصير ثم وسطاء وتصيرك مسالك التوزيع اللي نحن نحاولوا باش نحاربوها. فهمتني؟ هذا على مستوى يعني موسم 2023-2024 اللي صعبة فيه باش تكون نعم. قلت لنا ان شاء الله معقوله ووفيره بالقدر الكافي باذن الله. نعم. بالنسبه للمستهلك لهنا حكينا على تحيين كلفه الانتاج بالنسبه للفلاح. بالنسبه للمستهلك السنه الدقله على اختلاف انواعها باش يصير الترفيع معناتها باش توصل المستهلك باكثر سعر والا باش تكون في الاسعار نتاع السنه الفارطه؟ لا هو الوزارة ديجا حدت يعني هامش ربح ما يفوتش 15% ديجا احنا حكينا فيه المرة اللي فاتت. يعني إذا كان يطبق القانون هذا 15% يعني بإذن الله ما يفوت بالعكس يكون على أقل حتى من سنوات الفارطة. بما معنى يعني كان ناخذوا مثال يعني على السنة الفارطة يعني إذا كان احنا نقولوا في 3000 2900 3000 زيدوا 15% يعني تتلقاه في حدود 4000 فرنك بإذن الله ما يفوتش. ونحكيه على جودة ممتازة معناه. اي طبعا انا نحكي لك على الجودة ممتازة انا نحكي لك. يعني اللي هو سعر اقصى يعني 2900 كزيدوا 15% يعني وزيدوا الترونسبور والاداءات نتاع الاسواق يعني في حدود باذن الله ما يفوتش 4000. اذا اسعار التمور مع تحديد الهامش الربح اللي حددته الوزاره ب 15% ينجم يكون اقل من العوامل اللي فاتت وما يتجاوزش 4 دنانير ورانا نحكيو ان شاء الله نحكيو زاده على دقله معناتها ذات جوده معناتها رفيعه باش هكاك الناس معناتها خلينا نقولوا الصابه تكون وفيره والناس الكل معناتها خلينا نقولوا تاخذ هالمنتوج هذايا اللي قداش عنده قيمه غذائيه وتستفيد منه ويكون ملائم للقدرة الشرائية متاع التونسي. مشكور جدا سي أنور الحراثي عضو مكتب تنفيذي وطني مكلف بالتجارة الداخلية والمغاربية والتسويق باتحاد الفلاحة. الحوار كامل تلقاوه على قناة يوتيوب إكسبريس اف ام. مواصلين معكم حتى لماضي ساعة ومن بعد شوية باش يكون الموعد في هيت الصحيح.